شاء الله. أنا بحضر دلوقتي المسلسل اللي هو لرمضان 2020 مع شركة إيجل فيلمز، وما بقدر أعطي كتير تفاصيل لأنه بصراحة الشركة هي اللي لازم تصرح أكتر عن هذا الموضوع. مش هنشوفك تاني في مصر بتغني أغنية مصري زي باللغة العربية الفصحى؟ هقول لك سكوب أول مرة بقوله، في أغنية مصرية أنا صورتها برضو كليب حلوة قوي، وأنا يعني متحمسة كتير كتير، محمسة إنه تنزل لأنه فعلا أنا اشتقت للجمهور المصري واشتقت إنه أنا غني اللهجة المصرية. بس بالوقت الحاضر نزلت أنا رجعت يلي هي غنية الديفا، وكتير مستمتع بالأصداء يلي عم توصلني، غنية سلو لبنانية ومن بعدها بإذن الله رح ننزل المصرية. كسرتي الدنيا في الأدهم وكسرتي الدنيا مع محمد هنيدي، برضو السينما المصرية والدراما المصرية، وانا مستعده والله. يعني عايزه اقول ان انا برضو حابه ارجع مصر، بس محتاجه يكون في سيناريو يعجبني واحس انه انا فعلا يعني ده الطموح اللي انا عايزه امثله وصوره. فان شاء الله يعني لو في حد بيسمعني من الكتاب والمخرجين يسمعوا بقى، انا عايزه ارجع مصر بس في حاجه مستوى تليق بيا، عشان كل الحاجة اللي بتتعرض عليا يبقى فيها أبطال يعني ما بيكون في إذا بدك توازن بالسيناريو بالبطولة. يعني دايما أنا ما بحب إنه بحب يكون في بطل وبطلة، مش عرفت شو قصدي. أنت شفتي ممالك النار؟ طبعاً وبهني من قلبي محمود ناصر وخالد النبوي، وكتير حلو المسلسل، مسلسل تاريخي بصراحة. أنا على تواصل دائم مع محمود ناصر لأن معي رقمه ولأنه تصورنا مع بعض، وكتير هنيته وكتير مبسوطة بهالتجربة. ممكن قصدي حضرتك إن ده التوازن اللي حضرتك بتدوري عليه دايماً؟ شفت التوازن بين خالد النبوي ومحمود ناصر، عرفت كيف؟ اثنيناتهم أبطال موجودين، كل واحد عنده قصته، واثنيناتهم هيدا المزبوط التوازن عم بحكي عنه.